اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وانصر به دينك، وكله عونا في كل ما أهمه، وانصر به الكتاب والسنة، واجمع به كلمة الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة، ووفقه ونائبه وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم وفق المسلمين وحكامهم للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك. اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، واحفظ رجال أمننا، واجزهم عنا وعن المسلمين وعن البلاد خير الجزاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، ونساءنا ونساء المسلمين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال، واكفنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار.
النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.